Listen to the weather forecast and write down all of the names of the cities that you hear in the proper order. الطقس في سوريا مشمس وجاف، الحرارة أقصاها 22 درجة مع رياح غربية معتدلة. سماء بيروت مشمسة إجمالاً، والحرارة قد تصل إلى نحو 21 درجة مع رياح شمالية غربية خفيفة. في القدس الطقس مشمس إجمالاً وجاف، الحرارة 19 درجة والرياح غربية معتدلة. الطقس مشمس معظم ساعات النهار في بغداد، الحرارة تصل إلى حوالي 27 درجة والرياح غربية معتدلة. في عمان الطقس مشمس إجمالاً، الحرارة أقصاها 21 درجة، الرياح شمالية غربية خفيفة. الطقس في مجمل أنحاء الخليج مشمس وجاف، الحرارة في كل من المنامة، الدوحة، أبو ظبي، مسقط، الكويت والرياض تتراوح بين 32 و 36 درجة مئوية. في القاهرة الطقس مشمس وجاف، الحرارة أقصاها 27 درجة مع رياح شمالية معتدلة. إلى الخرطوم حيث الطقس غائم جزئيا، الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية والرياح شمالية معتدلة. الطقس مشمس وجاف في مكة المكرمة، والحرارة أقصاها 38 درجة، الرياح جنوبية غربية خفيفة. في صنعاء الطقس مشمس إجمالاً، الحرارة 27 درجة مع رياح خفيفة من الشمال الغربي. إلى الجزائر حيث الطقس غائم جزئياً مع بعض الأمطار المتفرقة، الحرارة أقصاها 28 درجة مع رياح غربية معتدلة. في تونس الطقس غائم مع بعض الأمطار تتخللها فترات مشمسة، الحرارة أقصاها 20 درجة مع رياح غربية خفيفة. سماء طرابلس غائمة جزئيا مع بعض الأمطار، الحرارة تصل إلى نحو 24 درجة مع رياح جنوبية غربية خفيفة. الرباط سماؤها غائمة إجمالا مع بعض الأمطار، الحرارة قد تصل إلى 17 درجة والرياح جنوبية غربية معتدلة. في مراكش الطقس مشمس إجمالا، والحرارة قد تصل إلى 20 درجة مع رياح شمالية غربية معتدلة. وأخيرا الطقس مشمس مع بعض الغيوم في نواكشوط، الحرارة أقصاها 33 درجة مئوية مع رياح شمالية غربية معتدلة. والآن إلى توقعات الطقس في العواصم العربية للأيام الثلاثة المقبلة. Made with Doodlecast Pro.